الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن من الصفات الذميمة التي نهى الله ورسوله عنها هي الغرور. قال الراغب: الغرور هو كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان وغير ذلك. وقال الكفوي: كل من غر شيئا فهو غرور، بالفتح والغرور بالضم الباطل. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقد حذر سبحانه من الغرور فقال: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، أي لا يغرنكم الشيطان فيقول لكم إن الله يتجاوز عنكم ويغفر لكم ويغفر لفضلكم أو رئاستكم وغناكم أو سعة رحمة لكم فتسرعوا في المعاصي. وأخبر سبحانه أن الغرور من عمل الشيطان فقال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال ابن القيم رحمه الله: فوعده ما يصل إلى قلب الإنسان نحو: سيطول عمرك وتنال من الدنيا لذتك وستعلو على أقرانك وتظفر بأعدائك والدنيا دول ستكون لك كما كانت لغيرك ويطول أملها ويعده بالحسنى على شركه ومعاصيه ويمنيه الأمال الكاذبة على اختلاف وجوهها. والفرق بين وعده وتمنيه أن يعد الباطل ويمني المحال، والنفس المهينة التي لا قدر لها تغتذي بوعدها وتتمناه كما قال القائل خلم القائل. والغرور على أقسام: القسم الأول غرور الكفار، فمنهم من غرته الحياة الدنيا بشهواتها وملذاتها. قال تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وهم الذين قالوا النقد خير من النسيئة فالدنيا نقد والآخرة نسيئة. فإذا الدنيا خير منها ولا بد من إيتانها، وقالوا اليقين خير من الشك، ولذات الدنيا يقين ولذات الآخرة شك. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. خير أبو سالم، ماذا يعني الغرور؟ بس أنت قلت شركات، قلت الغرور.